حصيل الموت تخلى يوم عن ناس وهلا الأصيل اللي لباس ثوب الوفا وما بدله الأصيل الموت تخلى يوم عن ناس وهلا الأصيل اللي لباس ثوب الوفا وما بدله لو مشات عكس الليالي الليالي مثل وجه الشمس عالي والله عالي لو مشات عكس الليالي الليالي مثل وجه الشمس عالي والله عالي يمشي في درب المحب تخلى يوم عن ناس وهلا حبهم ما أخذ غير الجروح الحزن صاير لظيل لو ما يروح من اللي يحبهم ما أخذ غير الجروح الحزن صاير لظيل لو ما هم تخلوا عن نصار الهوم وطن للي ما حنا وعلي قلبه يحن هم تخلوا عن نصار الهوم وطن لو مشات عكس الليالي الليالي مثل وجه الشمس عالي والله عالي يمشي في درب المحبة وعنا ما يقدر يميل الأصيل 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 الما تخلى يوم عن ناس وهنا دعوة يبا تروح بيت عمي عبد الحميد وما تيهني ليش يبا؟ الله هذا شبنا يترحال يعني الحين أكو فرق بينك وبين عمك عبد الحميد بس بيني وبينك عمك عبد الحميد سوالفة تشيل همومي تشيل هموم قلبي بعدين سوالفة سوالف حقيقية وبصراحة أنا أحب سوالف عمك لأنها 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 من الذكريات لأنها سوالف قديمة من حق أبوك وعائلة النادر معروفة بالذكريات والسوالف الحلوة وعمي طول عمره يحب يطيب خاطره بهالسوالف الحقيقة هو اللي نسيني ويخليني أنام مرتاح خلاص يبا اللي تشوفه وأنا بتصل على أمي بتشرح عليها لا 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 تتصلين فيها ولا تقولين لها أي شيء أنا بشوف إيش بتسوي من غيري إيه يلا يبا أنا بمشي تبون شيء لا سلامتك يبا الله يسلمك يلا فما الله يا الله معك الله يسلمك فما الله يبا الله كريم أقول عاد لا تقاطعونا تأمر أمر مع السلامة يبا الله يسلمك يبا.
اسمعيني رحاب، لا تدخلي نفسك مشاكل اهلك، طول عمرهم كذي، من عرفت ما عرفوني. حرام ابوي يصير فيه كذي. ابوك ما في شيء يبا، وهو امك ينيازون، تلقينا طلع شوي عشان رفع عن نفسه وبيرجع مره ثانيه. تعال بس تعال تعال. انا لو بيدي ما خليك تروح بيتك، انا ما ابي افارجك. ها اقول هذه عجبتك، شنك مليت مني؟ شناوي يبا؟ تبي تطردني؟ متى ما شبعت من سوالفك الحلوة ومن شوفتك ذيك الساعة أفكر، مجرد تفكير أني أخليك تروح حق أم ناصر. خلاص يبا، حتى التفكير ما أبي. لا 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 يا أخوي لا، لأني أنا أبيك بموضوع مهم. يه رقبتي سدادة يبا؟ تبي فلوس؟ أنا حاضر. أنا منهم صالح النادر أخوك. يبا يبين يبين من عيونك ومصكة الباب عندك شيء بتقوله. تدري يا حامد ان هذه احسن فرصة فاتح فيها عمك في الموضوع. ولا يبا عمي بروحه من حاش من المشاكل، بعدني نفتح له موضوع زواج عبير وما عبير، بعدين عبير انا يبا ما افكر فيها، ما تناسبني. حاط عينك على واحدة ثانية؟ لا ثانية ولا ثالثة، بعدين يا يبا الزواج قسمه ونصيب. تبي الصج يا حامد؟ تبي تعرف ليش أنا مصر إنك تتزوج عبير بنت عمك؟ ليش؟ عيال عمك منا وفينا، وعمك شايل حمل ثقيل، وأنا ودي أساعده وأشيل عنه. أنا أدري إن عبير شوية مخه فاضي ومغرورة وطالعة على أمها، لكن مع هذا ممكن إصلاحها. كل اللي قلته وتبين أتزوجها بعد يبا؟ أنا بروح يا ولدي الحين. كل اللي أبي منك أنك تفكر على راحتك. الو يوسف، لا تسكر ولي خليك، خلنا افهمك. اسمع كلامي، انا ماني مراهقة يا يوسف. تبيني اثبت لك شلون؟ يعني اني احبك اكثر من 3 سنين ما تكفيك؟ اكثر من 3 سنين؟ منين لك رغمي؟ منين جبتيه؟ معي بالجامعة؟ 3 سنوات وساكتة؟ ليش ما صرحتيني؟ ما عمري شفتك مستانس وفرحان، كله متضايق ومتكتر. ايوه هذا الشيء خلاني ما افتح لك قلبي واعبر لك عن مشاعري، علشان ما تصدني يا يوسف. اللي عجبني فيك شخصيتك، والاعجاب صار حب. بصراحة كل شيء عجبني فيك، وأنا عارف كل شيء عنك. اسمي أحلام. اسمك أحلام؟ أنا مقدر أحاسيسك ومشاعرك، لكن لا تظنين أني أنا ببادلك نفس الأحاسيس والمشاعر. أنا نظامي أولد فاشن، حب التليفونات والكلام الفاضي عفواً يعني أنا ما يناسبني. أحلام أنا غير، معاي بعد بالجامعة. شوفي يا أحلام، أنا أدرس بهالجامعة ورجاء ما بي أي حرج عن إذنك. أنا مو قايلت لك لا تلعب مع ولد حصة الخاينة، مو قايلت لك طالعني طالعني، أمه خاينة خاينة، فهمت؟ كلامي هذا لازم يدش بذونك، هذه أمه خاينة، يوسف مو أخوك، فهمت؟ مو أخوك، ولد حصة هذا مو أخوك.
داليا داليا يبا داليا ردي علي يبا عمي مو بهالسرعة هذه بترد عليك يبي لها وقت لما يرد لها الوعي بس الحمد لله تعدت مرحلة الخطر الحمد لله الحمد لله عمي لو سمحت بغيتك شوي الشرطة عمي طالبين فحص يبين فيه إذا كان في اعتداء ولا لا والحمد لله التحاليل كلها سليمة ونتائج داليا فحوصاتها تأكد أنها سالمة الله يبشرك بالخير الحمد لله الحمد لله بارك الله فيك يا أيوب وايد يهمني موضوع داليا وإن شاء الله تكون بالسلامة الله يطرح فيك البركة ويبعد عنك الشر يا أيوب إذا حاب تقعد عندها ما عندنا مانع بس من غير ما تتعبها بالكلام على أمرك أبوي على أمرك الحمد لله على سلامتك الحمد لله على سلامتك يا ايبا يبا انا وين انت في المستشفى يبا انا حي ولا ميتين استغفر الله الحمد لله قولها الحمد لله الحمد لله على سلامتك من هو اللي سوى فيك كذي؟ ما يحتاج تقولي للحين. لا طلعت إن شاء الله بالسلامة تقولي لي كل شيء. يبا أنا ما سويت شيء غلط. أدري يا يبا. أدري إنك ما سويت شيء غلط. اللي صار لي يا يبا درس. عشان ما عيد الغلط مرة ثانية. خلاص يبا. خلاص. لا تتعبين نفسك. بس أنا خايفة أنا خايفة إيش خايفة منه؟ خايفة إنه يرد ويرجع يذبحني من هو هذا يا هيبة؟ من هو اللي خايفة منه يذبحك؟ من هو؟ لا 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 الحمد لله على سلامتك يا داليا الله يسلمك يا هيبة الله يسلمك داليا يبا ما تعرفين من هو اللي سوى فيك كذي ما اعرف ما اعرف يا داليا لا احنا اهم ما علينا الحين صحتك ان شاء الله تقوم لنا بالسلامه وترد لك عافيتك لا تتعبين نفسك مشكور يبا مشكور داليا بروح انا ابشر اخوك وارجع تبي ناصر داليا اسمعيني لك وعد مني اول ما تقومين بالسلامه ان شاء الله اروح لابوك واخطبك منه واللي صار هذا كله ننساه ولا كنا صار اوعدك يا داليا ما ابي اسمع منك شيء ناصر داليا انا اعترف اني غلطان بكل اللي سويته بس الله يخليك لا تقولين حق ابوك ولا حق اخوك انا اللي سويت كذي حتى حق الشرطه لا تقولين راح يدخلون السجن يا داليا داليا أنا أبيك وإذا دشيت السجن ما راح أقدر أتزوجك أنا أبيك يا داليا تكذب يا ناصر سمعي يا داليا أنا كلمتك بالطيب ما أبي أحد يدري إني أنا سويت كل هذا وإن دشيت السجن بسبتك ما راح يحصلش طيب لا أنت ولا أبوك ولا أخوك فاهمة؟ عليكم السلام صباحك الله بخير وي هلا ابو يوسف الله يسلمك طول عمرك اقول له وين ناصر ما جاي وي ما شفته في البيت يبانا لما طلعت سالت امي قالت لي يا الشركه امك انا لو يصير شنو ما صدق امك انا بغيت ناصر اسال عن بدر شلون بنته انت تعرف تلفون بدر اتصل لك بالدكتوره طيبه واسألك عن داليا بنت العم بدر وطمنك عليهم ان شاء الله طيبة؟ انت تعرف الدكتورة طيبة؟ يبا علامك الدكتورة طيبة
اخت رفيجي احمد، عيال الحج ابراهيم اللي انا كله عندهم يبا. اه ما شاء الله عليها الحقيقه انها بنت اصول. انا يا ولدي ودي اتعرف على عائلتها الكريمه. ان شاء الله يبا، ليش لا، هذه الساعه المباركه ادق لك عليها عشان اطمنك. الو، هلا يوسف، الحمد لله بخير. لا الحمد لله، قالت عادت مرحله الخطر. بسالك انت مول متصل؟ زين تعرف تاريخ اليوم؟ خلاص لما تشوف احمد بيقول لك. يلا مع السلامه. اليوم لازم اقول لك يا يوسف عن حبي. يبا ولا يضيق خلقك، ان شاء الله ما عليهم الا العافيه. الدكتوره طيبه طمنتنا عليها. والله يعين العم بدر يا يبا. الله يعينه، الحمد لله رب العالمين. انا شاغل بالي بدر، يعني ايش اقول لك، المشاكل اللي على راسه هذه كفايه اللي فيه بعد هالمشاكل هذه. الله يطول عمرك. تامر لهم شيء؟ لا ابو شكرا، روح مكتبك خلاص. يقول تامر طامر. السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا اخوي ناصر، وينك في الحين؟ كنت في المستشفى يا عمي بدر. ابشركم داليا بنت عمي بدر عدت مرحلة الخطر. يتنا الأخبار يا ناصر. يلا يبا ترخص أنا. حافظك الله يبا. الله يسلمك. ها ناصر، قمت بالواجب؟ أفا عليك يبا، ما قصرت معاهم ولا شيء، بيرت وجهك. هذا خبري فيك، أبيك تعتمد على الله وثم على نفسك أكثر وأكثر. نحطقها يبا، هي اللي راحت بريونها وركبت معاه. شلون تقول ما عارفه؟ هي للحين مو راضيه تعترف بخطأها. ليش؟ خايفه على مشاعره؟ اكيد احنا مو هامينها، يعني عندها استعداد تعيد الكره مره ثانيه. علامك يا يبا، تبيها تبلع على الناس من دون طريق؟ لا لا ما يصير، يمكن ما شافتها عدل، ما ثبتته. اخذها بالعقل يبا، سياره تنطرها عند الباب، طلعت وركبت السياره، يعني شنو؟ يعني تعرفه ولها علاقة فيه يبا، وأنا شايف السيارة وعارفه وعارف نوعها عدل. رد علي يبا. خلاص يبا، لا هي أختي ولا أنا أعرفها، وأنا متبري منها وما أبي أشوف رقعت وجهها إلا إذا قالت منو اللي كانت معاه. الو ناصر، هلا يمه. ليش يا حبيبي كذي تخلينا حاتيك وينشغل بالي عليك؟ انت وين الحين؟ الحمد لله بالشركه وابوك بالشركه. اسمعني زين يا يمه، ما ابي ابوك يحس انك غلطان، فهمتني؟ يمه اي هذا اللي خابر فيه، شخصيه قويه. بعدين وين بيروح يعني يمه؟ بيلف بيلف بيدور وبيرد لك. انزين سمعي يمه، ما وصيك اي واحد يتصل فيني ولا يبيني على طول دقي علي بلغيني. ها لا يمه، ما في الا كل خير. ايش فيك؟ انزين خلاص راح اجي البيت بعد، ايش تامرين فيه؟ يلا يا يمه وراي شغل، خلصيني. يلا مع السلامة. حياك. يلا يوسف، ايش عندك انت تحنت؟ يلا تعال. شنو هذا؟ طاولة وكيكة وشموع، شو السالفة؟ كل عام وانت بخير. وانت طيبة. شنو اليوم راس السنة؟ مو راس السنة. أنا ما راح أتكلم، أحمد هو بيقول له. اليوم عيد ميلادك، شنو نسيت؟
عيد ميلادي اليوم؟ سبحان الله، صدقون عمري ما حد سوالي عيد ميلاد، عمري ما حد قال لي كل سنة وانت طيب. مشكورين، جزاكم الله ألف خير، صدق انتوا بالنسبة لي أهل وإخوان. أنا مالي شغل، كلم طيبة هي اللي سوت كل هالترتيبات. جزاك الله خير يا طيبة، ما قصرت. كل سنة وانت طيب يا يوسف. يلا يبا قصة هي واعة. إن شاء الله إن شاء الله. إيش كثر تبي؟ حط لك قطعة صغيرة، أوكي؟ إيه. تفضل. مشكور. وأنا بعد حطي لي فوق الفراولة الحمراء. إن شاء الله. طيبة، شلون عرفتي عيد ميلادي؟ أنت تستاهل يا يوسف. ما قلتي لي، شلون عرفتي تاريخ عيد ميلادي؟ يوسف أنا. يوسف تعالي بلا يطوفك، والله ما يشهد البحر روعه، تعال. ما قلتي لي شلون عرفتي؟ تفضل. يعطيك العافية. الله يعافيك. احنا رحنا حق المريضة داليا للعناية المركزة وما لقيناها موجودة. اي لان احنا نقلناها للجناح، الحمد لله حالتها تحسنت وايد. يعني اقدر اتكلم معها؟ بس من غير ما تضغط عليها. ان شاء الله. تفضل. تفضل. عساك على القوة عمي بدر. هلا هلا ناصر. الحمد لله على سلامتك يا داليا. داليا وانا جايك هني بالجناح شفت الشرطة وهم جايين، فاتوقع ان جايين ياخذون اقوالك. فانا يعني اقول لا تعبين نفسك، تكلمي معاهم شوي شوي، يعني تجاوبي على قد سؤالهم، واذا تبين رايي الشخصي انا اقول لا تكلمينهم بالمرة عشان صحتك. ايش هالكلام هذا؟ ايش هالكلام اللي قاعد تقوله يا ناصر؟ لازم تقول كل اللي تعرفه. لا عمي مو قصدي شيء، انا قصدي ان ألزم علينا صحة داليا، هذه الفكرة يعني. انا ما السلام عليكم. عليكم السلام. بعد اذنك يا سعد بدر، ممكن اسألها كم سؤال؟ انا ما راح اطول عليك، وابيك تجاوبيني وما ابيك تخافين. من اللي سوي فيك كذي؟ ما ادري يا حضرة الضابط. انت متأكدة من جوابك هذا؟ متأكدة. حسب اقوال اخوك يقول انه شافك وانت طالعة من البيت، وكانت في سيارة برا ناطرتك، فصعدت السيارة ومشيتوا. ليش ساكتة؟ اي معلومة صغيرة توصلنا لخيط الجريمة، وبهالمعلومة هذه راح نوصل لمرتكب الجريمة. لا سيارة ولا شيء. ظاهر أخوي متوهم إنه شاف سيارة. أخوك وصف لنا السيارة، لونها أبيض وموديلها جديد. ما عندي شيء أقوله يا حضرة الضابط. مشكورة يا داليا. مشكورة يا دكتور. حامد. السلام عليكم. ايش تبي؟ احرد السلام بالاول بعدين قول ايش تبي. ايش عندك جاي هني؟ بصراحه ولد عمك يعان وبيش تعزميني على الغداء. ايش المناسبه؟ اقول ولد عمك يعان ما امن عليك. حامد اذا عندك سالفه قولها الحين. انت وشي خركب معاك وروح المطعم وسولف السالفه في المطعم. اوكي اوكي. بطلي الباب.
دعوة؟ ايش دعوة يا ابو يوسف؟ ايش صاير يبا شايل الدنيا على راسك؟ عسى ما شر. يقولون تضحك للدنيا، الدنيا تضحك لك. والله ايش اقول لك يا ابو حار؟ شو تقول؟ يعني جميلو لهالدرجة معورة راسك؟ مو بس جميلو يا اخوي عبد الحميد، مو بس جميلو. انا حاسس ان انا ما سويت شيء بدنياي حق عيالي. لا 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 لا، من يقول؟ شو الحكي هذا يا اخوي؟ الا سويت وزود وما قصرت ابدا. ايش تقصد؟ الفلوس؟ الشركة؟ كل هذا ما يسوى شيء عن تربية عيالي. عيالك ما سووا شيء. كل هذا تقول ما سووا شيء؟ يا ابو يوسف لا تكبر الموضوع. هذا يا اخوك يسمونه طيش شباب. اي شباب يا ابو حامد؟ اي شباب؟ حارقين قلبي وتقول لي طيش شباب؟ يا ابو يوسف يا اخوي اهتم بنفسك انت، ايش عليك منهم؟ هم عندهم وقتهم ومستانسين، انت بعد خذ وقتك واستانس. استانس؟ ايش علي استانس؟ لا تزعل مني يا اخوي، انا روحي شابه، قلبي خضر، وساعات اقول كلام شبابي. ضحكني يا ابو حامد، كذي شباب؟ ساعات تطلع طلعات تجيب حكي ما ادري منين. علشان اونسك شيل هالتكشيره من على وجهك، لاني بفاتحك بموضوع. موضوع؟ اي موضوع؟ الزواج. بتزوج؟ شفت انك اعترفت اني بعدي بعز الشباب؟ سجته بتزوج؟ لا، ابي ازوج ولدي حامد من بنتك عبير. Are you crazy؟ يعني الحين اللي بتزوج صار مينون؟ نو مينون واكثر مينون بعد. خلاص سكري الموضوع. انت شلون تتجرأ وتفتح معي هالموضوع؟ ايش قايل لك انا؟ ايش قايل لك؟ والله بصراحه انت طبيعيه، الله يعينك على نفسك. يعني الحين الكل ما يضايقتك؟ يس، لان طلبك بايخ وما له معنى. بايخ؟ بايخ واكثر من بايخ. اكيد هذا ردك. ايش بتريه من وراك انا؟ امك اصلا ما علمت شلون تتكلمين مع الناس. خلتعلمك اول شيء شلون تحترمينهم، بعدين تكلمي معاهم. حامد لو سمحت لا تجيب طاري ماما، امي فوق الكل، فهمت ولا لا؟ ونعم التربيه صدق عقلك فاضي. لا 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 تتكلم عن عبير كذي. حامد لا يتزوج عبير بيخلي عقلها يوزن ذهب. يا حبيبي يا اخوي عبد الحميد، انا ما عندي مانع حامد يتزوج عبير، لكن انا لازم اخذ رايها. عبير توافق ما عندها مانع. شوف انا ما رايح اكلمها الحين في هالموضوع هذا، ابي اشوف الوقت المناسب واكلمها فيه. يلا شعورك وهداية الخلق، تفضل. يتطاول عليك؟ ما يعرف هو منو ويبي يتزوجك بعد؟ والله طالت وشمخت. شو السالفه؟ ايش فيكم؟ صاير؟ لا تدخل عصك بشيء ما يخصك. حاضر يما ان شاء الله. عبير حبيبتي ايش فيكم؟ شو اللي صار؟ ولد عمك حامد يبي يتزوجني. زين بالمبارك، ولد عمي ولد عمك، ما فيها شيء؟ الا فيها ونص، لازم يعرف هو منه وانا منه، ولازم يلزم حدوده. لا تحاتين يمه، انا اللي بلزمهم حدودهم، هو وامه وابوه. مامي انت لازم توقفين عند حده وتقولين له لا يقعد يراقبني من شارع لشارع، ترى اعلم الشرطه ويصيدونه. بعد بتروحون الشرطه بعد؟ طالت شمخت. يوسف لا تدخل نفسك في سالفه بيني وبين ماما، اوكي؟ اوكي. هذه بنتك ادبيها، سنعيها، بدل ما تسنعين عمي ومرته ولده، عدلي بنتك. يحامض على بوزه، لو يظل بس هو ما يطول الظفر، سمعت ولا لا؟ كفوهم، شبح شبحهم ان شاء الله. طوف يا اخوي طوف. صدقني يا ابو حامد اضحك خصم. ادري ادري. ولي صايد قامت الدنيا. هلا عمك زين. فخر يا هو. هلا مناصر. لا هلا ولا مرحبا. ابو ناصر اشوفك هني قاعد ومستانس. لا
ناصر شايب تشيني؟ أنا مو جاية علشانك، أنا جاية علشان حامد، أبي وقفة عند حده. وش مسوي ولدي حامد علشان تدشين علينا كذي وتبين توقفينا عند حده؟ أنا أقول لك شو مسوي، ولدك حامد حضرته مكلم عبير بنتي بموضوع الزواج، هل ما يستحي على وجهه؟ ولدي حامد؟ إيه، ولدك اللي ما عنده سالفة. يلا عاد لا تطولين لسانك ولا تغلطين على الولد. عدال خايف على مشاعرهم وعلي. صاير عسى ما شر يا ام ناصر. اسمعني زين يا حامد، مره ثانيه اذا شفتك واقف بطريق بنتي لخليك بيزه ما تسوى. ترى انت وايد مغتره بنتك، بنتي وبنتي، بنتك عقلها فاضي تبي من يعقلها. اسكت ولا كلمه يلي ما تستحي على وجهك. نزل ايدك وكسر قص لسانك، لو انت ما تستحين على وجهك، الناس مقدرينك ومحترمينك وانت ابد. حسبي الله عليك من مره. يلا يلا برا، يلا يلا برا، يلا. تطردني يا ابو ناصر؟ اطردني واطرد يدك بعد. يلا ذلفي، يلا يلا ذلفي، يلا. تطردني على هذيل اللي ما يسمون بيته؟ ذلفي يلا ان شاء الله. هين يا ابو ناصر، شغلك عليك يا ابو ناصر. يلا حامد تعال معي، تعال اقعد يا اخوي، اقعد السرير، اقعد وسع صدرك يا ولد الحلال، وسع صدرك. هذي الحريم مشاكلهم ما تخلص. الله يرضى يا حامد، تروح وتخطبها من وراي؟ خلاص يا يمه اعتبر الموضوع منتهي. زين اللي سوته فينا مناصر؟ الزين انك ما رديتي عليه وتميتي ساكته. انا حشمت نفسي وحشمت الجميع وحشمت عمك صالح، وهذاني اقول لك لا يكون تيب لي طاري عبيره ولا تيب لي سالفته مو لي. خلاص يمه انا غلطان من ساس الراسي، انا غلطان خلاص. ترى مو لايق عليك الزعل، كلش مو حلو عليك. هانت على ابوك العشره يا ناصر بعد هذا العمر كله، يطردني قدام اللي يسوى واللي ما يسوى، وقدام محامد اللي بهزه ما تسوى. يا يما انت بعد ما قصرتي الله يهداك، رحتي لهم البيت وعيونك تطاير شرار، بعد ايش تبينا يسوي؟ ولو اقول اللي اقوله وأسوي اللي أسوي، بس ما توصل المواصل إن أبوك يطردني قدامهم. ولا يهمك يا أمه، ليش مني أروح حق أبوي وأبين له إنه غلطان وأخليه يوصل لي عندك ويعتذر منك، بعد إيش تبين؟ يمه إحنا ما نبي الزعل يطول، نبي أبوي يرد البيت، ما نبي يقعد بيت عمي، باكر يتحوطونه ويزنون على راسه. وأنت تقول لي؟ أنا أعرفهم زين، خو أبوك هالأيام على طول عندهم وزن. زن على راسه. لا بغيت الصج عاد يمه، لا تزعلين مني، ترى هم انت مقصره مع ابوي شوي، يعني انت تعرفين ابوي، يعني كلمتين حلوين منك يطيب خاطره، قصي عليه بكلمتين دلعيه هذا ابو عيالك. اذا تم هناك ببيت عمي يمه، تخيل لو واحد منهم قال له سجلنا شيء من حلالك، وقوم الوالد على طول سجل كل شيء باسمه، يرضيك هالشيء يمه؟ لا طبعا ما يرضيني، ولا يمكن نعطيهم الفرصة هذه. صباحك الله بالخير. هلا هلا بدر، انت هني؟ صار لي أكثر من ساعة وأنا بالشركة. وتخلي بنتك داليا بروحها في المستشفى؟ الدكتورة طيبة ما هي مخلى عليها شيء، واقفة على رأسها. بس يا بدر مهما يكون بنتك الحين محتاجت لك أكثر من أي وقت ثاني، لا تخليها بروحها. ما عليها إلا العافية إن شاء الله، أنا أخلص شغلي هنا بالشركة وأمرها ولا يهمك. يا ريال راحت أعمارنا، راحت أعمارنا ويا الشغل، والشغل ما يخلص.
إلا على فكرة صار على تحقيق الشرطة، عرفوا الجاني. والله كلنا ودنا نعرف الجاني، لكن داليا ما هي راضية تساعدنا ولا تساعد الشرطة، وتقول منه الجاني. معقولة؟ ليش عاد؟ المهم سلامتها عندي بالدنيا كلها يا أبو يوسف، والجاني الله كفيله. طيب متى بيرخصونها من المستشفى؟ حسب كلام الدكتورة تقول يبي لها وقت يعني. أنا حاضر يا بدر بكل المصاريف، ولا تشيل هم. مشكور يا أبو يوسف، والحقيقة مو أنت بس، حتى ناصر مو مقصر معانا، وهو لي الحين في المستشفى. والله يا بدر أنا محتار ويا عيالي. تحتار مع عيالك؟ عيالك ما يبي لهم غير توجيه، ولهم ما شاء الله عليهم كلهم سلع. واسمح لي أقول لك يا أبو يوسف، تراك كنت غلطان. وأنا ما أعرف عيالي شنو، الله يهداك. بس أنا أعرفهم كلهم، ما فيهم فوت، وتقول لي غلطان بعد. قم روح شوف شغلك، وإذا خلصت شغلك روح المستشفى، مر على بنتك أحسن لك. إن شاء الله إن شاء الله. تفضل هذا الملف، طلع عليه فما الله. قولي أنت غلطان. النظرات هذه أنا ما أبيها، ما أبي أي أحد يلاحظك وأنت تطالعيني كذي. نظراتك هذه بتخلينهم يشكون فيني. أنت ما تفهمين؟ تبي تطردني بعد من المكتب يا ابو ناصر؟ ايش تبين يا ابو ناصر؟ سموحه يا ابو ناصر، عقب اللي سويتي انا ادري اني غلطانه. انت كلك غلط، من راسك الى ريولك. وي يا ابو ناصر، لحد درجه قلبك شايل علي؟ شايل عليك ونص بعد. مني ورايح بتشوف واحده ثانيه غير مناصر اللي تعرفها. يعني تبيني اصدقك؟ الأيام اللي بتثبت لك يا أبو ناصر. الله، 30 سنة ما ثبتتي لي بشيء، الحين بيوم واحد كل شيء تغير؟ لكن شو أقول، جايز يا أبو ناصر، سبحان اللي غير ولا يتغير. يعني ما تبي تعطيني فرصة يا أبو ناصر؟ أنا بعطيك فرصة يا أبو ناصر، وهذه آخر فرصة. يمكن التغيرين، ما يندرى. أنا أدري أنك تحبني وتموت علي وما تقدر على فرقاي، وبنفس الوقت ما ترفض لي أي طلب. كذي اللي يصير العشرة والحب على قولتك يا أبو ناصر؟ أبو ناصر، عشرتك مصيونة بالقلب والعين، عمري ما راح أنساها. الحمد لله على سلامتك يا داليا وخطوات السوء. مشكورة دكتورة، ما قصرتي. حاضرين، وإن شاء الله نشوفك دائما بخير وسلامة. بارك الله فيك يا أيوة، وعسى الله يوفقك دنيا وآخرة. يلا مع السلامة. مع السلامة. دكتورة طيبة، مبروك. على شنو؟ على تقدير إدارة المستشفى لك، وعطوك شهادة شكر وتقدير على جهودك المبذولة، وأنا شخصيا أهنيك على هالجهود. تسلم، ما تقصر. مهما لا استأذن، رايحة الجناح العاشر. تفضلي. حياك الحمد لله على السلامة. ما تبارك في البيت. حياك ما بتي تسلم على اختك، تحمد لها بالسلام. سلم عليها، ليش لا؟
كم دالية عندي أنا؟ الحمد لله على السلامة يا دالية. مجنون مجنون وخر علي خليه يتبحر وفتك منه لويها. سوت تفضحنا اكثر من هالفضيحه هذه يبا جايبها للبيت وما تبيني احاسبها. ما حد يحاسبها الا انا ابوها وانا اللي احاسبها. يبا انت ما تبي تحاسبها، انت تبي تسامحها. انا ما غلطت يبا، ما غلطت يبا. تبيني اسامحك؟ قولي لي منو اللي كنتي معاه، ولا خايفه عليه؟ خايفه عليه ومو خايفه على نفسك؟ قولي لي منو اللي كنتي معاه، ولا ما يصير لك طيب؟ المدتي دايرك اتصل بالشرطه. السجن راح من مجاب الويحه يبا. لا عليك اسمعني. منو